نظمت بلدية مدينة الشارقة ندوة تعريفية للمكاتب العقارية العاملة بإمارة الشارقة للإعلان عن قرار الاجتماع الخامس للمجلس البلدي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي 11 الخاص بإلزام المكاتب العقارية بتصديق عقود الإيجار إلكترونيا، والذي سيتم تنفيذه اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري. مع قرار بلدية الشارقة بإلزام جميع المكاتب العقارية العاملة بالمدينة باستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الإلكتروني لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، نظمت البلدية ندوة تعريفية لممثلي المكاتب العقارية في الشارقة لتعريفهم بالعقد الإلكتروني. في إطار حرص بلدية الشارقة بتقديم أفضل الخدمات التقنية، قامت بإرساء تصديق العقد الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات الإلكترونية وبهدف توصيل الخدمة للمكاتب العقارية بحيث يتمكن المراجع من تصديق عقد الإيجار من خلال مكتبه دون العناء والوصول إلى مكاتب البلدية. الخدمة إلزامية لكافة المكاتب العقارية الموجودة في إمارة الشارقة. بعد تاريخ 1/9 لن يتم استلام أي معاملة تابع لمكتب عقاري. تضمنت الندوة تعريف ممثلي المكاتب العقارية بكيفية تصديق العقود التجارية والسكنية إلكترونياً، إضافة إلى عرض مادة مصورة قصيرة شملت جميع مراحل استخدام النظام على الموقع الإلكتروني حتى يتسنى لجميع الحضور فهم النظام بسهولة ويسر. أول شركة طبقت النظام الإلكتروني لتصديق العقود. النظام سهل علينا كثير من الإجراءات، بدل لا يروح المندوب البلدية وهناك تأخير وما تأخير، سهل علينا إجراءات وايدة بالنسبة للمالك وبالنسبة للمستأجر. لا شك أن الخدمة الجديدة بتسهل الأمور على المستأجر وعلى الملاك، يعني بنفس الوقت وعلى المكاتب العقارية، بدل ما أنهم يروحوا للتنظيم العقاري لتصديق العقود، فهذه الخدمة بتوفر الوقت وبنفس الوقت بتعطي حماية أيضا للملاك وللمستأجرين. وفي ختام الندوة فتح باب المناقشة مع الجمهور وأصحاب المكاتب العقارية بالإمارة للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذا النظام الإلكتروني الجديد الذي لا شك بأنه سيخفف الأعباء على المراجعين. بهدف تعريف ممثلي وملاك المكاتب العقارية، نظمت بلدية الشارقة ندوة تعريفية عن النظام الإلكتروني لتجديد عقود الإيجار. لأخبار الدار هويدا الشرقي من مقر بلدية الشارقة.